اتعلمت على ايد اساتذه كبار جدا في معهد عالي للسينما، اسماء كبيره في السينما المصريه، يعني سواء على الجانب الاكاديمي او الجانب العملي يعني. وانا كان عندنا مثلا وقتها، مش عارف موجوده دلوقتي ولا لا، ماده اسمها الورشه. فالورشه دي كان بتبقى لقاء اسبوعي مع مخرج بيتولى الدفعه يعني في الاخراج لمده 4 سنوات. فكان اللي ماسك الماده دي عندنا اللي هي مسؤوله عن افلامنا القصيره وعن مشاريع تخرجنا وما الى ذلك، الاستاذ خيري بشاره. الله. فدي كانت طبعا اتعلمت منه كتير جدا. يعني انت خيري بشاره درس لك؟ طبعا 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 اتعلمت منه كتير يعني. دفعتي كلها دفعتي كلها اتعلمت من الاستاذ خيري كثيرا. الاستاذ الكبير المخرج الكبير راح للاستاذ سمير سيف. يا الله. يعني الاستاذ سمير سيف انت بتقول اسماء ايقونيه. طبعا. واسماء كبيره كثيره يعني. طبعا الاستاذ سمير انا اشتغلت برضه معاه مساعد وتعلمت منه برضه. في ايه؟ فيلم ايه؟ اشتغلت معاه في ديل السمكه، واشتغلت معاه في سوق المتعه. وطبعا كان استاذي في المعهد العالي للسينما وتعلمت منه برضه بشكل كبير جدا يعني. لانه استاذ سمير غير ان هو كان مخرج كبير جدا، والواحد بيشتغل بيتعلم من افلامه، هو كان معلم كبير جدا. انسان جميل. وانسان جميل. وهتلاقي يعني طلبه كتير وزملاء كتير ليا يعني اتعلموا كثيرا من الاستاذ سمير. زي طبعا اساتذه كتار جدا كانوا موجودين في المعهد العالي للسينما اتعلمت منهم. بس طبعا الـ هنا الدراسه، ان يعني الواحد طول الوقت لازم يبقى بيحاول ان هو يتفرج على القديم والجديد يعني. يعني انا طول الوقت استرجع افلام قديمه اقعد اتفرج عليها من كلاسيكيات السينما، لان فيها اساس اللغه السينمائيه، واتفرج على الجديد. ودي كانت حاجه اتعودنا عليها من خلال دراسه المعهد. اكيد. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.